وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد توحيد الكندري. عميد توحيد، نرحب فيك معنا عبر اي تي في العدالة. بداية بمشهد يتكرر كل عام، كيف كانت جاهزية وزارة الداخلية للتعامل مع تداعيات الأمطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكركم على هذه المداخلة مع وزارة الداخلية الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني. في الحقيقة هي فزعة وطنية تثلج الصدر عندما تجد جميع قطاعات الدولة تشارك في هذه الأزمة، وبحمد الله وبعفوه طبعا خرجنا من هذه الأزمة بدون إصابات، بدون ضحايا، بدون أرواح، ولكن هي بعض التلف في بعض الممتلكات لبعض الاخوان نتيجة الامطار. نقول حق اخواننا طبعا مستعملين الطريق، لا زالت الطرق زلقة، لا زالت هناك بعض خبرات المياه، وبالتالي هي دعوة ايضا للاستمرار في الجلوس في المنزل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، حتى ما يعرض نفسه لا سمح الله الى اي إصابة أو توقف أو حادث مروري يقع في الطريق. طبعا أيضا نشيد بدور وزارة الإعلام والقنوات الإعلامية الأخرى التي فعلا كانت تثلج الصدر في نقل هذه الأحداث أول بأول وطمأنت المواطنين. ونشكر أيضا بهذه المناسبة كل مواطن وكل مقيم تعاون مع وزارة الداخلية والقطاعات الأخرى بالجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وأيضا توجيهات وزارة الداخلية في إغلاق بعض الطرق فعلا كانت فيها تراكم المياه، وأيضا كان هناك تعاون أيضا خلال البلاغات. نعم عميد توحيد، وطبعا هذا جهد تشكرون عليه، لكن سؤالنا أيضا، هل عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها أم هنالك بعض الشوارع تعتبر مغلقة حتى الآن؟ حتى هذه اللحظة بحمد الله وعفوه طبعا ورضاه لاحظنا أن كثير من الطرق تم فتحها، هناك بعض الطرق أيضا تم فتحها ولكن في جوانبها لا زالت بعض المياه المتراكمة يتم شفطها وسحبها، ولكن بشكل عام عادت الحركة المرورية بحمد الله إلى طبيعتها. ولاحظ إحنا فعلا بدأت حركة السير تعود إلى أو بدأت الحياة تدب في طرق الكويت، ولكن أيضا نشد على أيدي السائقين الحذر من السرعة العالية والتزام جانب الطريق وعدم استعمال الفليشر. لازلت حتى هذه اللحظة وأنا أخرج معكم على الهواء ولاحظ فعلا الأمطار لا زالت تتساقط بحمد الله طبعا، وايضا لابد ان يكون هناك ايضا احتياط وامن وامان. وطبعا الحين تقريبا الساعه 9، يعني لابد ان يكون بعد هذه الفتره الناس رجعت لبيوتها والتزمت البيت حتى ما لا سمح الله يعلق في اي خبره مياه او انه يتعرض لحادث مروري. نعم جهود كبيره تقومون بها، الله يعطيكم الف عافيه. كان معنا مدير عام الاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني بوزاره الداخليه العميد توحيد الكندري، شكرا جزيلا لك.